بالنسبه لنا حنا كتلاميذ مكفوفين ودعاء في البصر الصراحه دازنا امتحان في المتناول، يعني الكاتب جا المدرسه يعني وفراتهم لينا، بالنسبه لي جاب معاه كاتب من لافامي ولا لي زاميكم صا جابوا، واللي ما جابوش وفراتو لي المدرسه. كاتب جا وحضر وحضر معنا من الاول، يعني واحد البيريود قبل من الامتحان في الانسان كيتفاهم مع الكاتب بدون ما يحاول يتواصل معاه شويه، كان التواصل بعدا بالنسبه لي انا كتلميذ يعني ضعيف البصر، كان التواصل ديالي مع الكاتب يعني مزيان وناجح وقدرت ندخل معاه ونضحك معاه، مع انني مع ان الجنس مختلف انا ذكروي انثى، ولكن الحمد لله كان التواصل مزيان ودازت الامور هي هذيك وتعاونت معايا. نقدر نقول لها مثلا عاود اقرا السؤال، كتعاود تقرا عليا كتقول لي، كنبقى نقول لها عاود اقرا كتعاود تقرا، يعني ما كاين حتى شي زعما ان بو سوسي، ما كاينش والو حتى شي مشكل واخا صغير ما كاينش والو، الحمد لله مشات الامور هي هذيك وكل شيء بخير. من كانت واحد التدابير من بينها يعني الرداد اللي درنا في يدينا، ويعني وداك السائل يعني مسمى بجافيل اللي دسنا عليه بالاقدام ديالنا يعني فاش كنا داخلين صافي، وبسبب الدخول كان سالي زعما ما كانش شي ضاد ولا شي حاجه. معاك طيله تماما ان شاء الله، دوزت معايا الصباح وغدوز معايا العشيه وغدوز معايا ان شاء الله غدا لي دو سيونس اللي بقاو ليا حتى الصباح الثاني وحده العشيه. بالنسبه لي انا بعدا كانت عاديه، يعني كان بحال كنتعامل مع شي واحد عادي، ما مكفوف ما والو، بحال غير كنكتب ليه كنقرا ليه الاسئله، خاص غير بنادم يكون عنده شويه الصبر باش بقى يعاود الهضره بزاف ديال المرات باش يلا يدخل ليه الامر. بالنسبه لكم واش كانت ظروف مواتيه في القاعه؟ من غير زمان ان كاين بزاف ديال الصداع حيت كل واحد كيبقى يسمع الهضره ديال الاخر، كانت عاديه. شحال كنتوا في القاعه من تلميذ؟ تقريبا 10 كنا 10 ديال الطويلات، يعني 10 يعني 20 تلميذ. كل واحد الكاتب ديالو. في اول حاجه بعدا كتقرا النص باش هو يفهم السياق ديال الاسئله، بعد كتقرا عليه الاسئله وهو داكشي اللي هو اصلا بريبارا ليه حتى يبدا يعطي فيه، يعني على حسب السياق ديال الاسئله على حسب الاجوبه ديالو، من بعد خصك غير تكتب داكشي اللي هو كيملي لك. تم الاتصال بي عن طريق الاستاذ ديال الانجليزيه الخاص بي في المدرسه ديالي ومبانين. وطرح عليك الفكره ما كانش مشكل؟ طرح عليا الفكره اني واش انا موافقه، واش في العلم ديال والديا، واش هما قابلين، واش غادي نتكيف مع الظروف، حيت كاين اللي ما وافقش بسبب انه الخوف ديال انه يخطا ولا يكون كاين شي سوء تفاهم بينه وبين التلميذ، وانا قبلت وسولت عائلته قبلت حتى هي. العمليه التكييف السنه المنصرمه درنا واحد المبادره مهمه باش عطينا الامكانيه للمترشحين في وضعيه اعاقه باش يجتازوا الامتحانات ديالهم ويكون عندهم فرص ديال النجاح. هاد العمليه ديال التكييف همت اربعه المستويات، اولا تكييف المضامين، تكييف الزمن ديال الامتحان، ايضا امكانيه يكون واحد المصاحب مع المترشح، وتكييف ايضا التصحيح. وبفضل هذه العمليه اللي تمت السنه المنصرمه، العدد ديال التلاميذ المترشحين في وضعيه اعاقه مر من 400 السنه المنصرمه الى اكثر من 539 هذه السنه، دونك كاين واحد الاقبال كبير الحمد لله. ويمكننا ايضا نفتخروا بان مغاربه في وضعيه اعاقه غادي ياخذوا البكالوريا ان شاء الله، وغادي يستطيعوا باش يكملوا يتموا الدراسه ديالهم على المستوى الجامعي.